ولكن للاسف احنا بنتكلم على طول الوقت بنتكلم على 11 سبتمبر. طب انا ما حصل حاجات تانية كتير وبيحصل حاجات تانية كتير في كل حته في العالم، وكون ان ما فيش الاف الناس بتموت فيها لا يعني انها ما هياش مهمه. وهذه الاحداث الفظيعه اللي بتحصل ما بنتكلمش فيها كفايه، لانه لازم نتذكر ان الثلاثه اللي ماتوا في الحادثه اللي وريتها لكم دي بالنسبه لهم، والله لو مات معاهم 3000 تانيين او هم ماتوا لوحدهم، هم والاسر بتاعتهم حسوا بهذا القدر من النتائج الارهابيه، بغض النظر عن كام واحد تاني حس معاهم بنفس القدر. القضيه الارهابيه نفسها قضيه سواء ان العدد كبير او عدد قليل، انما هي ظاهره يجب انها تبتز من جذورها في المجتمعات. انما زي ما قلت لكم في 10 اسباب انا في رايي ان التاثير بتاع الارهاب بيزيد. ايه هي الاسباب دي بقى؟ اول حاجه انه في مجموعه من الدول النهارده فيها حاله انفلات وصل الى ما بعض المؤرخين والمعلقين سموه فشل الدوله نهائيا. في دراسات بتعمل اندكس سنوي، ده تمثيل للدول اللي هي معرضه لهذه المشاكل. ما فيش غير كندا واستراليا ونيوزيلند والدول الاسكندنافيه وهولندا سويسرا والنمسا وايرلندا اللي هم اعتبروهم المحللين نسبه او الخطوره فيهم شبه منعدمه، اما التانيين كلهم فعندهم قدر يعني قدر متفاوت من الخطوره. وطبعا الجزء الاكبر موجود في افريقيا، دي كولومبيا من هنا، وهنا عندنا دي شريلانكا، باكستان وافغانستان، وبعض دول اسيا الوسطى، العراق واليمن هنا اهو. فدول اغلب الدول في افريقيا. في هذه القضايا اللي بيحصل طبعا مجموعات مسلحه بتتصارع، ويمكن اقرب مثل قدامنا الصومال، اللي بيحصل في الصومال. الحكومه المركزيه شبه منعدمه السلطه، مش قادره تفرض سلطانها على الاراضي اللي عندها، وبالتالي الصراعات شبه مستمره، ساعات تروح داخل اثيوبيا، ساعات تخش امريكا، ساعات تخش جهات اخرى، ايا يعني كانت. كل هذه الجهات الغالبيه بتلعب بصوابعها في هذه الظروف. السياده الوطنيه على الارض البلد شبه منعدمه في مثل هذه الاحوال. للاسف من افقر دول العالم هي اكثر المناطق اللي مهدده بهذا النوع من الانفلات، بالذات الدول الافريقيه. والقارة الإفريقية رغم أنها أكثر منطقة في العالم فقرا وتخلفا وبجميع المؤشرات الصحية والتعليمية والدخل والإنتاجية وإلى آخره، هي أيضا أكثر مناطق مهددة بمثل هذه الحروب. ثاني حاجة أن ظهر عندنا البعد الأيديولوجي بصورة جديدة. بقول بصورة جديدة ليه؟ لأنه طبعا الناس النهاردة بتتكلم على أن اللي بيعملوا الحاجات دي إسلاميين، اللي هو ان واحد يحط قنابل ويموت نفسه مع ناس تانية. انما اللي بدأوا الحكاية دي بصورة كبيرة كانوا اليابانيين اثناء الحرب العالمية التانية، سموهم الكاميكازي. الكاميكازي دول كانوا طيارين، كانوا بياخدوا الطيارة بتاعتهم وروح داخل خابط المركب بتاعت الاسطول الامريكي ويموت نفسه ويحاول انه يكسرها. فهذا البعد طبعا من الاصعب جدا لما يبقى واحد عنده مستعد ان هو يموت نفسه، من الاصعب جدا الواحد يمنع هذا العمل عن واحد بيحاول يطفش. فالنهارده التيار ده جاي من العالم الاسلامي، انما التيار الايديولوجي قوي جدا. قبل كده كان جاي من اليابان، وقبل كده كان جاي من بعض الدول الشيوعيه. انما طب ده بيجي من ايه؟ طبعا من الظلم. يعني الواحد لما يشوف صوره زي دي من ضرب جنوب لبنان، ف يعني هذا الشاب بوكس اور بومبز زي ما الصوره اسمها، لما يلاقي نفسه في هذه الظروف، لما الشباب اللي في غزه ده، طب طبعا يعني هيعمل ايه؟ هنجده ان هو بيتجه الى هذا العنف ومستعد يضحي بنفسه.
فلما يبقى في واحد مستعد انه يضحي بنفسه هيبقى صعب جدا ان القوى الامنيه تحمي من هذا النوع من المشكله بالنسبه لواحد بيحاول ان يعمل حدث ويطفش، لان تخطيطه لهذا الحدث هيبقى مختلف، وده اغلب الوقت القوات الامنيه تقدر عليه بسهوله. الحاجه الثالثه زياده الكثافه السكانيه. يعني المدن بتاعتنا زادت كثافه، واي واحد منكم يفتكر حتى اسماء في اسكندريه، منطقه الرمل، منطقه مش عارف ايه، يعني مناطق كانت كلها فيلات، مطرح الفيلات دلوقتي بقت كلها عمارات. فبالتالي قنبله في اي مدينه النهارده تاثيرها هيزيد اكتر قوي عما لو اتحطت في وسط منطقه فيلات. فالكثافه السكانيه في العالم كله بتزيد، وبالتالي الاحداث اللي بتحصل بالضروره هتاثر اكتر على عدد اكبر من الناس من هذه الكثافه السكانيه. وده في العالم كله مش بس عندنا. حاجة رابعة زيادة قيمة العقارات والمقتنيات الموجودة فيها. فمع الاستثمارات الكتيرة جدا ونمو الدخل في المجتمعات يترتب على كده انه لما بتنضرب اي منطقة برضو تكلفة اللي بتتأثر نتيجة للعمل الارهابي بتزيد. وده مش بس كده، بنجد هذا ايضا في حالة الزلزال وفي حالة العواصف هاريكينز وغيرها، ان التأمينات اللي بتندفع سنة بعد سنة بترتفع حتى لو الزلزال او الاعصار بنفس القوة اللي كان فيها السنة اللي قبليها، لان قيمة المقتنيات زادت. مش بس الكثافة السكانية، انما قيمة المقتنيات زادت، واذا تأثير ايضا قنبلة بنفس الحكاية. وهذه المقتنيات في كل حتة في العالم قيمتها بتزيد. السبب الخامس ان وجود الماس ترانزيت الحديث، طيارات، بيخلي ان واحد ممكن يبقى في ناحيه في العالم ويروح يضرب حاجه في الناحيه الثانيه في العالم في ظرف 12 ساعه واختفى في حته ثانيه في العالم بعديها. انما ايضا الطيارات نفسها هدف، خصوصا وهي طالعه ونازله من المطارات. وزي ما انتم عارفين ما زال في بعض الناس رايها ان رحلة مصر للطيران اللي وقعت في نيويورك انضربت بار بي جي من قريب من المطار. انما ايا كان الطيارات دي لو هي نازله وهي طالعه بتبقى هدف سهل لاي سبب ارهابي. كذلك نظام المترو، لانه في اختناقات طبيعيه، لانه ماشي في انفاق، فبالتالي من السهل جدا الواحد يفجر فيه حاجه تعمل مشكله. وده طبعا اللي حصل في لندن لما حصل 4 قنابل ضربوا المترو بتاع لندن. ده منظر الارهاب اللي حصل في لندن. القطارات نفسها بتدي حاجه مشابهه، انها بتمشي على قضبان وعلى محطات محدده على عكس العربيات، فبيبقى طريقها معروف، محطاتها معروفه، الاماكن اللي هي بتضطر بتعدي منها، الكباري بتعدي منها معروفه. وبالتالي زي ما حصل في مدريد هي نفسها ايضا بتبقى مستهدفه بسهوله. في ايضا قطاعات معينه من الصناعه، وهنا بقى قلت لكم في السلايد وانا بحضر المحاضره دي، لقيت السلايد اللي استعملته سنه 2007 هوريه لكم من دلوقتي. طبعا اول واحده اللي هي قضيه السياحه، وده طبعا الهدف وراء العمل الارهابي في مصر، سواء كان قبل كده في شرم الشيخ او في طابه او في دهب والان في الحسين زي ما انتم شايفين. انما ايضا المحطات البتروليه، كل البايب لاينز البتروليه، وشفناها في العراق وشفناها في الكويت، كل ده بيبقى سهل قوي. دي كلها انواع من او قطاعات صناعيه سهل استهدافها. انما مش بس هي لوحدها، ادي الصوره اللي استعملتها سنه 2007 على الفاينانس. بس بما ان كنا بقى بنتكلم اساسا على انواع مختلفه من الارهاب ما طولناش في هذا الموضوع. انما فعلا طبعا العالم المالي عالم ضخم جدا وله قوه وقدره كبيره جدا، ولكنه ايضا هش جدا، من السهل انه يهتز، خصوصا لو مثلا سايبر تيروريزم بالكترو ماجنتيك بالس تمكنوا انهم ياثروا على
نظم المعاملات المالية اللي هي كلها ماشية بالكمبيوترز في العالم كله دلوقتي، فده يعمل هزة كبيرة جدا. بس يعني لقيت ان السلايد ده سنة 2007 كان بيتنبأ بصورة ليست لا بأس بها، انه رايت تو فول، يعني خلاص اوشك على يوم. الثورة المعلوماتية اللي احنا عايشينها لها فوائد.